في مصر لسه مستمرين مع حضراتكم. في الحقيقة أنه الحلقات دي عادة يعني ربنا ما يقطع لنا عادة دايما بالنسبة لنا بعد رمضان على طول بيبقى عندنا مجموعة حلقات. مجموعة الحلقات دي الواحد ليها أكتر من هدف. الهدف الأولاني بصراحة شديدة جدا وبدون مواربة أنه الواحد بيبقى فخور وسعيد بالنجاح اللي بيتحقق للشاشة اللي أنا بتشرف بالانتماء ليها. ام بي سي مصر على مدى موسم رمضان السنة دي كانت شاشة شديدة التنوع. أقدر أقول أنه المحتوى الخاص بالدراما اللي كان بيتقدم عليها كان محتوى مختلف تماما عن المعتاد أو عن التقليدي. في موضوعات بتتفتح لأول مرة بهذا الشكل، في موضوعات إحنا كمجتمع بنصنفها إنها جريئة جدا في تناولها وعرضها، والحمد لله إنها حققت نجاح كبير. مش عارف إذا كان صناع عمل درامي أو تلفزيوني معين وهم بيشتغلوا بيبقوا بصين على الفكرة اللي بتحصل اليومين دول، الفكرة اللي بتحصل. إحنا عايشين في عصر طبعا السوشيال ميديا، عايشين في عصر القوائم، قوائم الأعلى مشاهدة وقوائم الأعلى ترند وي كله على وزن أفعال. مش عارف إذا كان صناع أي عمل درامي وهم بيشتغلوا بيبقوا عارفين إن هم ممكن يوصلوا إنه هيبصوا والله على منصة شاهد فتبقى من الأعلى مشاهدة، هيبصوا على الأكتيفيتي أو النشاط اللي بيحصل على السوشيال ميديا فيبقى المسلسل ظاهر. وبالمناسبة الحكاية دي فيها ألعاب كتير يعني، بس إحنا بنتكلم على نجاح عن استحقاق. الحمد لله إن كل النجوم اللي موجودين معانا النهاردة صناع صلة رحم، هم حققوا النجاح ده عن استحقاق حقيقي. أفضل ما في الحلقات دي إن أنا بتعامل معها كمشاهد رقم واحد وبعدين كمذيع رقم اتنين، فببقى منضم لحضراتكم في الاستمتاع والشكر والسعادة بإنه النجوم دول النهاردة موجودين معانا في يحدث مصر. صلة رحم فيها أكتر من موضوع، ممكن عنوان واحد عريض لكن فيه أكتر من موضوع، وكل الموضوعات اللي تم التعامل معها تم التعامل معها بنجاح عظيم جدا جدا جدا. دي مش كلام المذيع ولا المتحيز للشاشة اللي بيشتغل فيها، ده مشاهدات وانطباعات حضرتك أو حضرتك قررتوا أن أنتوا تتابعوها وتعجبوا بيها. وبالتالي أنا كمان وإحنا كبرنامج سعداء جدا النهاردة أن معنا مسألة الدكاترة، كمان مسألة مهمة جدا لأن كل أبطال المسلسل ده والكي فيجرز أو الشخصيات المفاتيح هم شخصيات من الدكاترة، وده موضوع تاني هنتناقش فيه. بس إياد نصار عودنا أو تعودنا منه أنه أي دور بيلعبه بيبقى فيه نوع من الإتقان الشديد جدا جدا، وده اللي بيخلينا نتكلم عن النتيجة دي. إياد نصار أنا سعيد جدا وجودك معانا النهاردة. مساء الخير أستاذ، منورني. ربنا يخليك. يسرى اللوزي عندها، أنا قلت لها يعني انطباعاتي الشخصية قبل ما أبدأ على طول، شفناها السنة دي، هي جملة كليشيه شوية يعني مستهلكة شوية بس هي والله فعلا ده وصف حقيقي. شفناها بشكل الواحد مش متعود، فيها جزء من يسرى اللوزي اللي احنا نعرفه وفيها جزء من مفاجأة يسرى اللوزي اللي احنا ما نعرفوش واللي ظهر في صلة رحم. منوراني النهارده. ميرسي جدا، مبسوطة قوي ان انا معاكم النهارده. منوراني. اما بقى الاستاذ تامر نادي، فالاستاذ تامر قدر ان هو يحقق لنا عدد كبير من المفاجآت والتعامل مع الموضوع بلغة الدكاترة يعني مش بمشرط الطبيب، بمشرط المخرج، لأنه موضوع أساساً يخض. تامر منورنا النهاردة. بنورك، مرسي جداً. سعيد بوجودك معاك. وأنا جداً. هبدأ معاك. والله؟ لازم. ماشي. أول ما بتبدأ عمل، والعمل ده عمل مختلف، يعني عمل مختلف بشكل كبير في طرحه، في موضوعاته، في كل التفاصيل بتاعته. كان واضح من اللي قدمه لك الاستاذ محمد هشام عبيه انه ده هيحقق النجاح ده؟ الورق كان بهذا الاتقان يعني؟ بص، هو الموضوع ده كان مختلف شويه عن المتعارف عليه، لان هو البروجكت كان يعني مش مع عبيه في الاول خالص. هو كان البروجكت بشكل تاني واحنا ابتدينا نشتغل عليه انا واياد، علشان احنا كان عندنا رؤيه تانيه لشكل البروجكت. وبعد كده توصلنا الفورمولا انا واياد للشكل اللي احنا عايزينه اللي هو الموجود دلوقتي عليه. وبعد كده انضملنا عبيه بحيث ان هو يبتدي يبلور الفكره دي ويبتدي يشتغل على التفاصيل اكتر وهكذا، فكملنا بقى الى ان وصلنا للشكل النهائي اللي احنا فيه ده. ولكن من الاول واحنا عارفين ان احنا عندنا خط شائك وموضوع مش سهل ان احنا نتعامل معاه، ودخلنا التجربة ديت ودخلنا في كل التفاصيل بتاعتها عشان نقدر نوصل للشكل النهائي المظبوط. يعني ايه اللي يخليك تبقى يعني منجذب لدور زي ده؟
خصوصا انه دور احنا بقالنا كتير قوي، انا قلت لك الكلام ده قبل ما نبدا حتى، احنا بقالنا كتير قوي ما بنشوفش البطل المتناقض اللي هو عنده مشاكل. احنا بطلنا في رمضان عاده يا اما ضحيه وبيكسب في اخر الحلقه في اخر المسلسل، او انه شخصيه ما بيطلعش منها لعيبه. احنا شفنا بطل متناقض في حياته وفي افكاره وفي مشاكله. يعني بمنتهى الصراحه انا بتكلم براحتي ارجوك. اول حاجه شدتني فكره التحدي اللي موجوده في الدور، وانا كممثل بحب فكره التحدي، بمعنى انه ما بحبش الشخصيه الاحاديه. ومؤخرا بقت العروض، شكل العروض اللي بتجي لي محفوظه جدا، بقيت حاسس، عارف لما يكون شخص مهتم في عضلاته ولابس قميص ضيق شكله وحش مهما كان مهما كان جسمه متناسق شكله. فبقيت بحس انه انا زهقت من القميص الضيق اللي بيتعرض عليا بصراحه. يعني انا عايز قميص كبير وانا املاه، انما القميص الضيق ده زهقت منه. فخلاص يعني كان قرار انه انا قبل حتى ما يجي المشروع انه انا يعني هستك للنوع اللي انا بحبه، انه الشخصيه اللي بتعمل تحدي، الشخصيه اللي فيها مشاكلها. وعندي وجهه نظر انه الانسان دايما مش سوي، يعني مش سوي بمعنى انه ده كلنا فينا عنده منطقه رمادي، عندنا مشاكل هو رمادي بالظبط. بالظبط. فتركيبه الشخصيه في الاول زي ما قال الاستاذ تامر كانت الفكره احمد محمود ابو زيد، فعجبنا اللوج لاين من الفكره، وابتدينا نشوف الفكره دي هتروح فين. والصراحه يعني مستر صادق الصباح اتحمس للفكره، يعني ما كانش هو لا هو ده اللي هيتعمل، لا هو قال انا حابب نعمل مشروع بالفكره دي، فطالما السطر عاجبكم فشوفوا هتروحوا فين. فابتدينا نشتغل على الموضوع، وابتديت اتحمس اكتر للفكره، ابتدت تتبلور مع عندي الفكره اكتر، انه انا حاسس انه انا داخل على تحدي كممثل. انتوا ابتديتوا تشتغلوا على المشروع ده كله على صله رحم قد ايه؟ فتره قد ايه؟ كتير كنا بالشرطات في الساحل اصلا. احنا كنا في الساحل، كنا في الساحل وتامر كان على المشروع وكده، وتواصلنا. المشاكل دي كلها طلعت انتوا بشرطات على الساحل؟ كانوا مستخدمين في حته يعني. قعدنا تقريبا يعني قعدنا الساعه، اتقابلنا الساعه 11 بالليل. مشينا الساعه 3 الصبح، المكان قفل علينا. واحنا بنتكلم ازاي شايفين الموضوع، وكان اول مره بتقابل مع تامر. بس حسيت انه احنا لا، في شراكه فكريه جدا، شبه بعض جدا، فطلعنا انه هو هو ده المشروع هيروح في الاتجاه ده. هو اللي انتوا بتقولوا ده كمان، والحقيقه هنا برضو دي مش مجامله. استاذ الصباح ما هماش شركه انتاج، انت عارف هما بره ليهم كلمه اللي هي برودكشن هاوس. صح. هم برودكشن هاوس، هم مؤسسه حقيقيه للانتاج، بيعرف قرار فني. بيعرف ازاي انه ينوع ويحدد مصادر، يحدد ادواته. احنا بنتكلم عن العتاوله مثلا، وبنتكلم عن صله رحم، وبنتكلم عن المداح، كل حاجه خلطه مختلفه تماما، وكل حاجه بتتم باتقان شديد. فهم فعلا بيحتووا التالنتس. يعني هم فعلا مؤسسه، ما هماش شركه انتاج كده معديه وخلاص. بالظبط. فهو ده بيبقى مهم جدا. انت شخصيتك يا استاذه يسرى، شخصيتي الحقيقيه ولا اللي في المسلسل؟ ايه علاقه شخصيتك الحقيقيه بشخصيتك في المسلسل؟ ايه اللي في المسلسل حسيتي انه في منك؟ يمكن شخصية ليلى زي ما كنا بنقول حقانية قوي، يعني عندها مبادئ، والمبادئ عندها لتتجزأ. بس في نفس الوقت زي برضو يعني أي حد لما بيتحط في أزمة بيبقى مش سوي، أو مش بيبقى وده طبيعي يعني. وكان مهم برضو، كان حلو إنه هي تبقى دكتورة نفسية وهي شخصيا بتقع في نفس الفخ للناس اللي بتيجي، اللي هي بتعالجهم. هي بقت زيهم وبقت متفهمه احساسهم وموضوع الادمان. يعني ده بيبين ان احنا كلنا بشر، وانه حتى لو دكتور نفسي عارف نظريات عن الطب النفسي وايه اللي المفروض يحصل، بس هو لما بيضعف او بيتحط في موقف وبيتكسر يعني كل ده. طب هو الواحد بيبوز. سهل مش سهل يعني نسبيا من الممكن انه دكتور التخدير او الجراح او امراض النساء والولاده يعرف شويه حاجات عن شخصيه الدكتور ده ويعرف يقلدها. الدكتور النفسي صعب. فكره انك تبقي دكتوره نفسيه دي كلها حاجات جوه البني ادم، وبتبان من اخلاقه وسلوكه وادائه. انت حضرتي مساله انك تبقي دكتوره نفسيه ازاي؟ هو انا اصلا ما كانش عندي غير مشهد واحد قبل الحادثه ابين فيه، يعني انا كان عندي اربع مشاهد بس عاديه قبل المرمطه. فكان لازم ابين كل الجوانب اللي عند ليلى. كان عندي مشهد واحد دكتوره نفسيه، مشهد واحد معاه نبين ان احنا كابل بيحب بعض وبيحترم بعض، مشهد واحد مع صاحبتي نريمان،
ومشهد واحد اللي هو الخناقه اللي قبل ما يسيبني، فكان عندي انا صعوبه دوري قابلتني لما جيت اعمل المشاهد دي. لا ومشهد العشاء الاخير. لا بس انا بتكلم على قبل الحادثه. قبل قبل يعني مين ليلى؟ ليلى مين قبل ما تحط في كل المواقف او التحديات دي؟ فكان اربع مشاهد بس اللي عندي. بس بصراحه مشهد الدكتوره النفسيه هو اولا طبعا السيناريو اصلا يعني متراجع من دكتور نبيل القط، فده اوريدي يعني احنا ضامنين ان كل المعلومات اللي تخص الحاجات النفسيه مظبوطه. وانا شخصيا بعمل ثيرابي بقالي 7 سنين، ف وانا مع نفس الدكتوره بقالي 7 سنين، فانا اتعلمت منها كتير. يعني انا يعني بحكم اني بشوفها كتير قوي فانا عارفه كويس قوي بيتكلموا ازاي، بيقعدوا ازاي مع البيشنت وحتى بصراحه انا عملت معاها سيشن او اتنين كده زياده اونلاين وانا في لبنان عشان اتاكد من حاجات معينه، مصطلح يعني مش عايزه اقول كلمه تؤخذ عليا من ويقولوا بقى لا احنا الدكاتره النفسيين ما بنقولش كده فيعني اتاكدت من هي المساله بقى دلوقتي انه اللي انت بتقوليه ده نقطه مهمه قوي. الفنانين دلوقتي بيتعاملوا مع سلك عريان على طول. هتتعامل مع دكتور مش عارف بالطريقه ازاي تلاقي مجموعه انت احنا ما بنعملش كده، هتتعامل بالزبط. مع موظف في التامين يقول لك انت مش عارف مين يرفعوا قضيه على صناع والممثل اصلا مش عارف يعني هو بيقول الكلام. فانت كنت حاطه يعني عامله حسابك على حاجه زي دي. فامنت نفسي كده واتاكدت ان المشهد مظبوط وراجعت كل وافتكرت برضو هي بتبقى قاعده ازاي والبودي لانجوج وكل الحاجات اللي تخص الجلسه النفسيه العاديه وركزنا. وحتى في مره نسيت وحطيت رجل على رجل واستاذ تامر جه قال لي لا ما تنسيش نزلي رجلك، دكتور النفسي مش هيقعد حاطط رجل على رجل وهو يعني حاجات حتى مرتبطه بالقعده والبودي لانجوج. يعني انا كان بقول لك على موضوع العشاء الاخير ده لان هي حتى في حياتها العامه بتتعامل بطريقه الدكتوره النفسيه يعني حتى وهي بتكلمه هي قدرت تتلاعب بمشاعره في مشهد العشاء الاخير. هي كسرت هو كمان المسلسل كسر حاجات يعني في حاجات في قواعد في الطب انه الدكتور النفسي ما يتجوزش مريضه فدي حصلت. سالت لما قريت اول ما قريت كده قلت كلمتها قلت لها هو ده طبيعي؟ قالت لي لا في عرف يعني انه لازم يفوت 6 شهور على الاقل ما يكونوش يعني يتعاملوا مع بعض كدكتور ومريض. بالظبط يعني لما بيحس انه بيحصل كونكشن او حاجه بيتكلم بيقول له انا هبطل اعالجك ويعني يبعدوا عن بعض 6 شهور طبيا يعني عشان يبقى قرار سليم سليم مبني على اسس سليمه يعني. هو الحقيقه سوري بس هو الحقيقه كمان يعني يعني عشان الشيء بالشيء يذكر محمد هشام عبية عنده طريقه في البحث، هو اصلا من باك جراوند صحفي. انا طبعا يعني فهو عنده طريقه في حاجات كتيره كان مريحنا فيها، هو عنده بحث عنده طريقه بحث وبيدور في الصحافه بيسموه كمان انه ارشيفجي عظيم، بيعرف يطلع ارشيف حالات معينه بالظبط بتاريخ معين باحث. وكمان كان معانا استاذ علاء عزمي كمان كان هو اصلا ريسيرشر فكان بيتعمق في فكره البحث بقى من نواحي دكاتره النساء والقانون والدين وكل المناطق ديت بجانب عبايه، لان عبايه ضاف كتير جدا في فكره الاحداث خصوصا ان احنا كمان كنا في وقت ضيق جدا يعني كنا بنكتب على الهواء. انت بتقول يعني فهو يعني الله يكون في عونه لما قاعدين مع بعض اهو. انا عجبني كمان اكتر في عبايه ودي حاجه بنواجهها مع بعض المؤلفين انه بيكون في مشكله في الثقه في اي اقتراح عندك بيعمل له خلل فبيبتدي الكاتب كلمته غاليه عليه صح. لكن هو بالعكس يعني هو بيمسك المقترح بيهضمه جوه المشروع. اللي كان عاجبني جدا انه احنا في المسلسل عندنا مفيش مشهد ملوش لازمه صح، يعني مفيش مشهد تقدر ومفيش حاجه اتكروتت واتعملت اخر 48 ساعه في اخر حلقتين يعني لا الراجل ده كان بيعذبني بس كنا ساكتين لانه كنا عارفين ان احنا قدام حاجه فعلا صح يعني مش متعب يعني عشان الانتاج ما يخافش منه لا معلش لا انا بقول هو متعب لا هو طب على فكره ما هو متعب ممكن تبقى لا بالعكس متعب انت شايف النتيجه يعني انت شايف بالنسبه لي كممثل حقيقي ومش لانه تامر موجود نادر يعني قليل جدا اللي هو انت بتمثل وانت مطمن بمعنى ما تعملش حاجه مثل بس ما تفكرش مش قلقان من حاجه ثانيه ما تفكرش في الزاويه دي صح ما تفكرش في حركه المشهد ده صح ما تفكرش انه ما تقلقش من الجوانب الثانيه اللي ممكن ممثل اوقات بتاخد من تركيزه انت مثل وفعلا دي الحاله اللي كانت موجوده ممثل وبعدين في عين امينه يعني لا يد اقل يد تعال ناخد الاتجاه ده تعال دي عين انا محتاجها كممثل لانه الممثل بطبعه اناني طبعا وممكن يروح للاسهل في لحظه حتى لو كان مجتهد
انه ياخد من اول درج ويشغل الاوتو بايلوت يعني تشغل الجزء اللي انت حافظه واللي عارفه فانت مهارته كممثل عايز عين امينه ورا ورا المونيتور شايفاك تمسكك حتى. طب انت كمتر بالنسبه لك في ايه يا استاذ ياسر؟ لا خالص لا ابدا لا صاحبتها اوفر نايت عشان الاوفر نايت لا عشان الاوفر نايت انا كائن نهاري انا عكس كل الفنانين في فكره غلط انه الفنانين دول كرايتشس جدا انت يعني انا بصحى 6 الصبح انا الساعه 7 بتاوب 8 9 فسبحان الله على حظي المنيل كل المشاهد بالليل كل المشاهد الصعبه قوي الماستر سين اللي يعني هي دي بنبدا تصويرها الساعه 12 واحدة بالليل وبنخلصها 6 الصبح وده الوقت اللي انا مخي نايم فيه يعني مش شغال بس بصراحه كان ماشي مع الحاله ما هي شخصيه مرهقه اصلا انا بعذبها عشان تطلع بيعذبني عشان يطلع طبيعي يعني انا عايزه برضه اقول حاجه على برضه استاذ تامر انه حاجه مهمه قوي وساهمت في نجاح المسلسل وانا بتفرج عليه انه كل الممثلين حتى لو جايين يعملوا مشهد هو ما استسهلش اصل في ساعات بيتحط تحت ضغط او في وقت يقول لك ده في فلان اصلا جاي يعمل مشهد بس وخلاص فالمشهد ده يوقع الحلقه مثلا ففعلا كل الناس اللي ظهرت فينا انا اتفاجئت ما كنتش يعني حضرت التصوير مشاهدها واتفاجئت انه مشهد واحد او مشهدين والاداء رهيب هو صحيح في حاجة بالنسبه للممثل والمخرج صحيح مثلا يقول لك ايه احنا الحلقه الثالثه والرابعه هم اعلى حلقتين الحلقه السادسه والسابعه هم اعلى حلقتين انتوا بتفكروا كده؟ لا بتبقى محسوبه بالنسبه لكم لا كده؟ خالص طبعا ولا ده احنا اللي بنعمله كجمهور؟ كجمهور طبعا الجمهور بيبتدي يبص عليه كاحداث لان على فكره انت ممكن يعني احنا كان القفلات بتاعتنا كانت بشكل معين على الورق ولكن لما صورنا بقى الديوريشن اكبر فاتغيرت القفلات فاتشفتت فالفكره ان انت ما حسيتش بده لان المسلسل نفسه بايقاعه بكده حتى لما شفتنا القفلات فلقينا ان احنا البروجكت نفسه حلو ومثير في احداثه فانت بقيت مش مهم الحلقه الاولى تبقى هي القويه لا انت بتتابع الاحداث نفسها في شخصيات بتبقى مش الممثلين شخصيات بتبقى انت حامل همها يعني انا مثلا شخصيه اسماء ابو اليزيد حنان شخصيه لطيفه جدا هو كل الشخصيات ما فيهاش خط واحد كل الشخصيات فيها عندها الصح والغلط انا ما شفت يعني انا عارف انها عملت ادوار كتير وحلوه جدا كان نفسنا انها تبقى معانا ما قدرتش تبقى موجوده النهارده بس انا شفتها بشكل ما شفتهاش بالشكل ده قبل كده انا بعترف ما تزعليش يسرى اللوزي واسماء دي ادوار بالنسبه لي جديده خالص بالنسبه لهم صح هل انا غلطان في اللي بقوله لا هنزعل ليه بالعكس يعني اصلا ما ببقاش عارف الممثل بيعتزم كل شغله انا غلطان في اللي انا بقوله لا لا المسلسل ما بيستكش فيها بكده بيعتزش بكل شغله ايه اللي بيضايقك قوي شغلك لا مش هنخش في التفاصيل بس يعني لو تحس انه انت الممثل قدم خطوه جديده في شغله طبعا ده شيء بيساعده اكيد ده بيبقى المؤلف والمخرج هو اللي بيساعدك زي ما انت بتقول انك تعمل اكيد اكيد هي ملهاش يعني العمليه الفنيه ملهاش اول من اخر يعني الممثل مش ماريونيت مش واحد زائد واحد يساوي يعني ممثل لما المخرج يختار ممثل فهو عارف انه ده عنصر عنده قراءته وعنده اضافته على النص وده طبيعي لازم يكون كده لانه يعني هو مش جاي ماريونيت ينفذ اللي موجود هو جاي يعني المخرج شايف الممثل ده في المكان ده عشان عارف انه في اضافه معينه طب انت للممثل انت دورك تحديدا الدكتور حسام ده وهنا بقى انا بربط ما بين حسام واياد ده انت بسم الله ما شاء الله يعني ايه جماهيريتك عند الجنس الناعم جماهيريه عظيمه جدا انت دورك ده بالنسبه للسيدات والبنات دور مقلق ومش لطيف انت بتستخدمهم كلهم لتحقيق هدفك انت ما ضايقكش الموضوع ده ما ازعجكش داخل على القاعده الجماهيريه بتاعتك بتخبط فيها كده لا لا ما لا مش يعني ما بفكرش كده فكرش بتحسبهاش كده لا لا ما بتحسبهاش كده يعني انا ممثل بحب استمتع بالدور اللي انا بقدمه بحب يكون في اضافه بيكون في حاله بحث عندي ما بحبش الاستسهال يعني مش دي النقطه اللي براهن عليها احنا برضو حسام رومانسي جدا مع جيهان بيحب مراته جدا جدا فهو ده كلها حاجات اللي بس كلها اهدافه كلها اهدافه اهدافه يعني بس في الاول وفي الاخر ممكن حقق الحب الحقيقي ممكن انا كنت حابب فكره من حسام في قرايه الناس في البدايات انه مسمى كده ولو كان سطحي يقول لك توكسيك وكان مهم دول كلمه توكسيك دي صح توكسيك دي ماشي علميا منطقيا لا مش مذاكره الدرجه دي يعني بيقولوا